مساء الفل على كل مشاهدينا في كل مكان، ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل وفقرة جديدة، فقرة لكل الناس اللي عايزين يهتموا كويس جدا بشكلهم وبشعرهم، وخصوصا الشعر. يعني الشعر مشاكله كتير جدا، وفي نوعين من مشاكل الشعر، في مشكلة تساقط الشعر، وطبعا المشكلة دي بتضايق رجالة كتير وشباب وبنات كتير جدا، والمشكلة التانية مشكلة الشعر الزائد في الجسم. المشكلة دي يمكن بتحرج بنات كتير جدا خصوصا العرايس. هنعرف ازاي بيتم علاج المشاكل دي بالطرق وبالتقنيات الحديثة مع ضيفتي اللي منوراني، دكتورة شيماء منصور، استشاري أمراض الجلدية والتجميل والليزر. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الشعر مشاكله متناقضة، تساقط وزيادة، بس المشكلة بيبقى فيه زيادة في مناطق غير مرغوب فيها تماما. يعني مثلا في بنات كتير بيشتكوا انه بيطلع لها شعر كتير في وشها يا دكتور، وبيبقى اسود، وبتشتكي كتير من الموضوع ده، مش عارفة ازاي تعالجه، وحتى بالطرق العادية او العشوائية ما بتعرفش تشيله خالص، وحتى ما كمان مش بيتدارى بالميك اب. فعايز اعرف انت بتشوفي المشكلة دي كتير؟ طبعا. هي انت بتقولي مشكلتين متناقضتين، يعني تلاقي الجاية في مشكلة في تساقط شعر وفي مشكله شعر زايد. هما الاثنين متناقضين، لكن الاثنين سببهم حاجه واحده، شعر. السبب المرضي نفسه حاجه واحده، هو اضطراب في الهرمونات بتاعه السيده ديت، فيعمل زياده في شعر في الوش وفي الجسم، ويعمل تساقط في الشعر اللي هو الشعر التساقط الذكوري او الوراثي. لكن السبب في النهايه بالرغم من الناس بتشوفهم حاجه منفصله، لكن هما سببهم المرضي واحد. يعني ممكن واحدة شخص واحد تيجي فيها يبقى مشكلة شعرها بيقع وعندها شعر كثيف بالزبط في جسمها؟ ما دي الصورة اللي بيجي لي فيها حوالي 60-70% من الناس بتشتكي. ده عدد كبير. بيبقى في مشكلة. والحاجة التالتة ممكن تبقى متصاحبة معاها، ان هي بيبقى عندها تكيس في المبيض، او بتبقى على شكل لخبطة في البيريود بتاعتها، او زيادة في الوزن، او زيادة في الوزن. بتبقى اغلبهم فيهم نفس القصة دي. فلما نيجي نتعالج هنا، لازم نعمل اول حاجة حاجة اسمها هرمون بروفايل، لازم اطلب لها هرمونات الذكوره عشان نعرف هي طبيعيه ولا فيها اضطراب. لازم اقول لها تابع مع دكتور نساء، لان لازم البيريود تتظبط وتكيس المبايض يتعالج. بعد كده ببدا اتعالج اعالج لها المشكله اللي جابتها لي، اللي هي اول حاجه زياده الشعر الزايد ديت. بنبدا معاها جلسات الليزر، ازاله الشعر بالليزر. دي بتبقى جلسه او سيشن كل شهر او من شهر لشهر ونص حسب الريت بتاع نمو الشعرايه. نوع الشعرايه ولون بشرتها ده هيحدد لي نوع الجهاز اللي انا هبدا اشتغل معاها بيه. طبعا الليزر، ازاله الشعر بالليزر، في ثلاثه سيستم اساسيين: الالكسندرايت والديوت والاندياج. الاندياج ده متخصص لاصحاب البشره الغامقه اللي ممكن يتحرقوا بسهوله، الالكسندرايت دول لاصحاب البشره الفاتحه، والديوت ده المتوسط بين الاثنين. يعني منه انواع مش ثابت على كل لا ازاله الشعر بالليزر في منه انواع حسب لون الشعرايه، وده اللي بيتميز بيه المركز الطبي. الحمد لله ان احنا عندنا الثلاث اجهزه. يعني انا عارفه ان انتوا عندكم احدث اجهزه في الليزر ازاله الشعر، وهو ناس كتير جربته عندكم بيشكروا فيه جدا جدا، جايب نتائج هايله، ومن جلسات سريعه، يعني مش مثلا بعد 10 جلسه او وقت طويل، لا بيجيب جلسات سريعه بسرعه الليزر عندكم. بالظبط. يمكن احنا بنتميز ان بيجي لي ناس من حته ثانيه عامله ليزر بتشتكي من مشكلتين، لا اما عملت جلسات كتير وما زال الشعر بيطلع لها او مش حاسه بتحسن، لا اما لا قدر الله عملت واتحرقت في مكان اخر. ما هو ده اللي انا عايزه اكلمك فيه. يعني هل العيب بقى ساعتها في التكنيك نفسه في اللي عمل لها الليزر، ولا العيب في الجهاز، ولا العيب في الليزر نفسه؟ الاثنين. ممكن يبقى عيب في الجهاز، وممكن يبقى عيب في اللي اشتغل بالجهاز، هو مش عارف الجهاز اللي قدامه ده بيتظبط ازاي، او ان اغلب المراكز بيبقى عندها جهاز واحد بيحاولوا يستعملوه، او مش بيحاولوا، هم بيستعملوه لكل انواع الشعر وبكل انواع البشرات باختلافها. فممكن يجيب نتائج مع ناس وما يجيبش نتائج مع ناس، او ناس تتحرق وناس تعدي. يعني نقطة لان مهمة هو جداً. جهاز واحد هم شغالين بيه، ما بيفرقوش بقى بين الشعرايه السمراء او الفاتحه، البشره الغامقه، البشره الفاتحه، فيحصل منه كومبليكيشن، او ان هم ما يجيبوش منه ريزلت، يعني ما يجيبوش نتائج. البنت او الست وهي رايحه تعمل ليزر لازم تبقي عارفه تسالي الاول، نوع الجهاز اللي عندك ده ينفع ايه للون بشرتك، للشعرايه، للون الشعرايه، ده اهم حاجه، ده مهم جدا جدا. بالزبط. طيب احنا معانا فيديو عايزين نشوفه بيوضح اكتر طريقه شغل طريقة الليزر، استخدام الليزر. بالظبط بالظبط. زي ما احنا شايفين الليزر اهي، ومضه او ضوء بينزل لطبقه الجلد
الجلد من تحت خالص في مكان بصيلة الشعرايه، في البصيلة من تحت بيبقى فيها البلج، والبلج دوت بيبقى فيه حاجة اسمها ستمسل، وبيبقى فيه صبغة الميلانين المتخصصة في البشرة. وده التارجت بتاع الليزر، ان هو ينزل للبصيلة في تارجت معين على صبغة الميلانين اللي بتبقى موجودة في البلج بتاع الهير فوليكلز، ويستهدفه، فيحصل ان الشعرايه بعد كام يوم بيبدأ الشعرايه تفصل من تحت، بتموت خلاص. ده بعد كده؟ طب قولي لي بعد 10 ايام في الجلسه نفسها او الجلسه اللي بيحس بيه العيان. هو اولا هو وقت الجلسه نحن بنعمل شيفنج قبل الجلسه، ده اساسي عشان ما نعملش حرق للشعرايه على الجلد، فنسيب اثار للحرق ده، فهو مش هيحس باي حاجه في وقت الجلسه. هي الشرايين في وقت الجلسه نفسها بتتحرق، بس بعد 10 ايام بتطلع من على سطح الجلد وتبدا يحصل لها شيدنج، بتقع لوحدها. يعني هي ممكن يجيب نتيجه من اول جلسه؟ طبعا. انا بقول للعيان هتشوف ريزلت من الجلسه الاولى، يعني في 80% من شعرها مش هيطلع تاني بعد الجلسه الاولى. بس انا لازم اكمل جلسات تاني عشان اضمن ان الشرايين ما تطلعش لما اوقف جلسات الليزر. بس هو معنى الكلام يا دكتور ان البنت او الست وهي جايه تعمل ليزر لازم ما تكون سايبه الشعر؟ بالظبط، ما تكونش يعني تتوقف تماما عن عمل اي وسيله تقليديه بتعمل بيها نزع للشعرايه باي طريقه. ولازم افهمها ان ما دام قررنا نعمل ازاله شعر بالليزر هتوقف الطرق التقليديه خالص عشان ما تبوظش نتائج الجلسات بتاعتها. بتعمل سيشن كل شهر لمده افرج حسب طبيعه الشعرايه من 4 لـ6 جلسات. احنا بنقول جلسات متابعه عشان نضمن ان الشعرايه ما تطلعش بعد ما نوقف جلسات الليزر، لكن هي اكيد هتحس بفرق من الجلسه الاولى. لا بس اختراع جميل قوي موضوع ازاله الشعر، والله مش لازم بقى بيوفر عن الواحد كتير. حاجات كتير. هو مش لازم اللي تيجي تعمل ازاله شعر بالليزر تبقى عندها زياده شعر في الوجه او في منطقه الدقن او اللي هي في اضطراب في الهرمونات، لا، في عرايس كتير بيجوا يعملوك بروجرام من الاهتمام بالبشره قبل الفرح، بيجوا لي بس قبلها بـ6 شهور بتيجي تعمل جلسات الازاله، لانها بتبقى فرق جدا جدا في حياه السيده بعد كده. لا ده العروسه دلوقتي بقت لازم تروح لدكتور الجلديه والتجميل قبل فرحها، تعمل حاجات كتير كده. لا يمكن المعتقد ده او الفكره دي ما كانتش موجوده قوي زمان، بس بقت موجوده دلوقتي لا غنى عنها خالص دلوقتي. طيب احنا هنروح نشوف تقرير سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الساده المشاهدين، انتظرونا. ان الكل شعرايه ليها جهاز معين. بعد تكرار عدد الجلسات طبيعي جدا ان الشعرايه هترفع، هتختلف تماما عن الاول. هل ده معناه ان انت بتغيري الاجهزه نفسها او بتغيري هو الاجهزه؟ انا عندنا في المركز الطبي كذا سيستم، فالشعرايه لما بتبقى رفيعه احسن سيستم يشتغل عليها هو الالكسندرايت، وده متوفر عندنا. الشعرايه اللي بتبقى تخينه بتمشي في الاول معاها الديود فبتبقى كويسه جدا، فممكن لما بترفع بنشفت من الديود الالكسندرايت والجهازين موجودين عندنا في المركز. يعني الست ممكن تغير كذا جهاز في وقت، يعني مش هي بالزبط. ما بتفضلش على جهاز. لا 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 لا. بيجيب نتيجه بقى مع الشعر الغامق، صح؟ طبعا. دايما اللي يستفيد من الليزر الشعرايه التخينه السوداء والبشره الفاتحه، دول اكتر اتنين يستفيدوا. انت بسطتي ناس كتير جدا كده دلوقتي. دول اكتر ناس تستفيد من جلسات الليزر، ما تاخدش وقت في الجلسات. اللي بيطول شويه البشره اللي تبقى سمراء وشعرتها فاتحه، يعني دي بتبقى اغلب حاجه. الشعرايه الفاتحه دي بتاخد وقت معايا في الجلسات، بس بتجيب نتيجه، صح؟ بتجيب نتيجه بس بتحتاج جلسات اطول. بس اهم حاجه انت لكن بتعمل جلسات وبتجيب نتائج كويسه. حتى لو هتجيب نتيجه هتريح الواحد بعد كده قدام، هتاخد وقت في العلاج، هتريح الواحد كتير قدام في المستقبل. عكس بقى الشعر الزائد في الجسم، الشعر اللي بيقع دي ستات ورجاله وبنشوفها اكتر في الرجاله على فكره، اللي هي مشكله الصلع على الراس. دلوقتي بقى في تقنيه جديده في زراعه الشعر الاف يو اي، دي التقنيه الجديده كنا اللي هي اختصار الفوليكولار يونت اكستراكشن. اكستراكشن يعني اقتطاف. كان زمان بنعمل بالفوليكولار يونت ترانسبلانتيشن اللي هو اقتطاع، يعني كانوا الاول بناخد شريحه من ورا من فروه الراس ونفصلها ونبدا ننقلها للشعر قدام، كانت بتسيب لنا اثر سكار وجرح وما كانش الشعر بيطلع فيها. الجديد دلوقتي في زراعه
الشعر انها بنعمل بطريقه الاقتطاف، يعني بصيلات بتتنقل من ورا ومن الجوانب وبتتنقل لقدام. طبعا كل ما كانت الدونر اريا او المكان المانح كبير كل ما قدرنا نزرع عدد بصيلات اكتر بكتير، كويس فنقدر نغطي المساحه. ميزه الزراعه عن اي حاجه في تقنيات العلاج بتاع تساقط الشعر ان النتيجه اللي هيوصل لها المريض ده بتبقى نتيجه دائمه، يعني مش هيتعرض الشعر اللي اتزرع ده تاني للتساقط ولا هيضطر يستعمل علاج تاني معاه. ليه؟ لان بصيلات الشعر اللي اتنقلت ديت بتبقى خليه من مستقبلات الهرمونيه، مستقبل هرمون الاندروجين اللي كان متسبب في تساقط الشعر قبل كده. احنا معانا الفيديو، الفيديو اللي معانا ده زي ما احنا شايفين، بص الجهاز بيسحب بصيله بالظبط، عامل زي بصيله بيعمل اقتطاف، بيشيل البصيله من ورا ورجع قدام وقام غارسها تاني او منبتها في المكان اللي قدام، فبننقل بالتالي الشعر من ورا لقدام. بس هو اصلا الفيديو بيوضح ان الموضوع سهل قوي وبسيط قوي، بسيط وجهاز حبة صغير مش هي مش كبير. عمليه يعني بيبقى تخدير موضعي زمان عمليه، والمريض بيطلع في نفس اليوم بيمارس حياته عادي جدا، بيقدر يروح شغله بعدها مفيش مشكله في كده. النتيجه بتظهر معاه في من 3 لـ 6 شهور، بيبقى الشعر طول واستقر وبيقدر يقصه تاني ويحلقه ويتعامل معاه شعر طبيعي مع جدا. شعره عادي جدا مفيش اي مشاكل، ما بيكونش في اختلاف بينه وبين الشعر اللي اتزرع لان هو من نفس بصيلات الشعر الشخص نفسه، فبيكونش فيها مشكله بعد كده. الستات ممكن يستخدموا التقنيه دي؟ هي السيدات بتقدر تزرع برضو شعر، بس هي الفكره كلها ان احنا لازم السيد او الرجل اللي هيزرعه ييجوا في مرحله بدري، ما يستنوش لحد ما فروه الراس تقع كلها، لان هنا ساعتها بيبقى المكان المانح اللي انا هاخد منه مش كبير، فهنا هيحجم كميه البصيلات اللي هتتزرع. لكن كل ما جه قدام وكل ما جه بدري كل ما كانت النتائج احسن. لا احنا بنحب نستنى شويه، بنحب نتقب راحتنا شويه، هي دي مشكله طبعا. لا لان احنا بنسيب كل مشكله، كل مشكله في بدايتها بتبقى صغيره مع الاهمال بتكبر. قولي لي بقى، ممكن مع زراعه الشعر نستخدم بلازما؟ بالظبط، ده برضو الحاجه ان احنا بنتميز. انا ما بحبش ازرع للسيد او الرجل واقول له خلاص كده، لا انا بحب امشي معاه جلسات متابعه، جلسه كل اسبوع بعد الزراعه عدد جلسات معينه عشان الشعر اللي اتزرع ده يقوى ويبقى يطول بسرعه ونضمن النتائج، ما نفقدش اي حاجه من الشعر اللي اتزرع دوت، فبنكمل معاه بجلسات الحقن بتاعه البلازما والخلايا الجذعيه والليزر كاب بعد الزراعه، بنبدا فيها باسبوع بنكمل معاه حوالي 3 شهور لحد ما الدنيا تستقر تماما. ده كورس علاجي بقى دكتور يعتبر؟ الزراعه بقى الجلسات بس بتهيألي كده لازم يجيب نتيجه، يعني اكيد مش كل التقنيات دي لازم لا لا يجيب لا نتيجه. لا لا هو اكيد بيجيب نتيجه ونتيجه هايله جدا جدا، يعني بيحسن الشعرايه نفسها، يعني انا خلاص وقفت التساقط وعملت الزراعه، الشعرايه بقى نفسها انا عايزاها تتحسن. الجلسات بتاعه الحقن نفسها بتاعه البلازما والجروس فاكتور محفزات النمو، اول حاجه السيده اللي حتى اللي مش زارع خالص اللي بنعملها لاسباب تساقط الشعر العاديه التلاجين ايفلوبيوم دي بتوقف التساقط معانا في خلال 3 اسابيع. بعد كده الهيشان والتقصف اللي بيبقى في في الشعر من تحت ده بيروح معايا في اول 3 جلسات. حلو جدا. فعلا فكده اول حاجتين بيتعالجوا التساقط والتقصف او الهيشات. بعد كده نتنقل لمرحله تانية من العلاج اللي هو بعد شهرين من بدايه الجلسات بنلاقي ان في شعر جديد بيطلع البيبي هير، فيبدا شعرها يتقل. اخر مرحله من مشاكل الشعر اللي بتتحسن هي مشكله الطول، الناس اللي شعرها ما بيطولش بيطول بس بعد مده من بدايه الجلسات تتراوح 4 شهور. برضو مشكله الطول دي بتاعت الشعر دي كتير بيعاني منها. فلما نقول ان شعرها بتبدا تشوف منه نتائج على فترات، اول حاجه 3 اسابيع وبعد كده بتبدا حاجات تتحسن على شهرين وبعد كده حاجات بتتحسن على 4 شهور، ده في حد ذاته ده انجاز، لان اللي بتجيلي دي ما بتكونش والده يوم ولا يومين، بتبقى شعرها ده متدمر بقاله سنين. لا بتبقى سايبه نفسها بقى كتير كتير. والحقيقه كلنا يعني كلنا مهملين. كلنا مهملين، ده الحقيقه. دكتوره شيماء منصور استشاري امراض الجلديه والتجميل والليزر، بشكرك جدا نورتينا النهارده. مشاهدينا لسه فقراتنا ما خلصتش، فاصل وراجعين على طول.